السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا احنا موجودين في واحد العرس اللي ديالي انا ويونس الزوج ديالي والاصدقاء ديالنا كنا كنعرفوهم في واحد الجروب اللي سميتو روايه الكرون وتعرفنا عليهم مده ديال 3 ديال السنوات وقرروا يديروا لنا عرس وشاركت معنا في واحد الخيريه في جمعيه خيريه. فرحانه بزاف حيت انا الحلم ديالي من انا وصغير وانا كنقول لهم بغا نكون عروسه وتحقق لي هذا الحلم وطلعت في العماريه وتزوج في الانسان اللي كنبغي وصافي. كنت من الناس اول حاجه يتفاهموا، يعني اول حاجه هي الصبر، يكونوا كيصبروا بجوجهم حيت انا ويونس ما ماشي غير جينا ولينا كرس سنين ديال العشره عاد باش تزوجنا. وملي جات الفكره ديال الزواج وسميتو كان شويه ديال المشاكل وضروري في اي علاقه كتكون المشاكل، وكنقول الله يسهل على كل وحده وصبرت وما صبرت وما صراحه تيبقى واحد الاحساس يعني كتعيشو يمكن نهار واحد ومره واحده في حياتك وتيكون يعني واحد الاحساس شويه ما عندكش عليه شي درايه ما عارف عليه حتى شي حاجه فهمتيني. واش نقول لك زعما الله يكثر خير بعدا الدراري الجروب بزاف والهلا يخطيهم وشكرا بزاف لهم. واش نقول لك والله الا واحد الفرحه ما نقدرش نوصفها لك شنو هي بالضبط ولكن راه تبقى فرحان بزاف خصوصا ملي تزوج شي انسان اللي كتبغي هادي كتزيد عاوتاني فهمتيني تكون واحد الفرحه مضوبله والحمد لله وشكرا بزاف على خطيكم. شنو الرساله ديالك اللي جاني تا بحال كبيره اخويا؟ اش نقول لك اللي باغي يتزوج راه غيتزوج فهمتيني، راه حيت الانسان حنايا الحمد لله حنا مسلمين فهمتيني، كدير النيه ربي الحمد لله كيجيب التيسير، هذا ما كان كتكون نيتك صافيه ربي تيجيب لك التيسير الحمد لله. وان شاء الله اي واحد يصفى نيته اي واحد غير نوي المعقول راه غيلقى غير المعقول قدامه، هذا ما كان الله يبارك فيك.